فإن التآلف بين المسلمين مقصد شرعي دلت عليه الأدلة، ورغب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه، ووصفت الصفوة المختارة من سلف الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالتآلف والتناصر، وبذلك نالوا الخيرية بين الأمم، وهذا الأمر أمرت به الأمة فيما بينها، ورغب فيه على وجه الخصوص العلماء والدعاة وطلاب العلم، لأن تآلف العلماء والدعاة وطلاب العلم تآلف للأمة، وتفرقهم تفرق للأمة، ولهذا ما نشأ الاختلاف والتفرق في الأمة إلا عندما حاد من حاد عن السنة بمخالفتها بالبدع، فما من مخالف وشاذ عن الصراط المستقيم إلا وقد تبعه أناس، حتى وجدت الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق إليها، فقال عليه الصلاة والسلام: افترق اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ثم قال: كلها في النار إلا واحدة. فنشأت هذه الفرق كما هو معلوم شذوذ من شذ ممن ينتسب للعلم فيتبعه أناس، ولهذا أصل هذه المقالات المخالفة للسنة كلها مقالات رجال، كما قالت الجهمية والسبائية ومقالة المعتزلة ومقالة الخوارج، كلها أقوال وآراء أحدثها رجال فتوبعوا عليها. فتفرق العلماء تفرق للأمة، لأن كل عالم له أتباع وطلبة ومن يتابعه على قوله، فإذا ما اجتمعوا وأتلفوا اجتمعت الأمة، ولهذا ينبغي العناية بتحقيق الألفة بين العلماء وبين الدعاة وطلاب العلم، أن يحرصوا عليها وأن يبذلوا الأسباب في تحقيقها.